طبعا انتوا عارفين عادتي دائما في اي شغل انا بشتغله في الخارج، بقابل قيادات، بقابل مشايخ، وبقدم لكم الحدث وغيره، ولكن دايما انا عندي قاعدة ان الحدث بيأثر على الشعب بشكل مباشر، يأثر على شخصيات لازم تقابلها، لازم تسمع منها، المواطن البسيط جدا. انا قاعد مع مجموعة من ابناء سيناء، مجموعة، وعلى فكرة هم جايين راكبين الجمال بتوعهم وجايين يحضروا هذه الاحتفالية النهاردة وموجودين فيها، فحبيت اتكلم معاهم وحبيت ان انا اتناقش معاهم واسمع رأيهم ايه في اللي هم بيشوفوه. اتعرف عليك. سلام محمد سليمان سليم. سلامة. من بير العبد الروضة. منين؟ من بير العبد الروضة. الروضة من بير العبد. سلامة، ايه اللي جايبك النهاردة؟ جاي تحضر الاحتفالية. جاي احتفالية ان شاء الله. ايه رايك في اللي انت بتشوفه؟ والله يا حاج الله ينور، الله حلو خالص. اللي شايفين احنا وضع حلو وفي عمار ان شاء الله، والحمد لله ربنا كان في السنين اللي فاتت كان ايام مش كويس يعني، والحمد لله صرت الايام دي احسن، وبنشوف عمار وبنشوف يعني بنرد التراث ثاني، بنركب على الجمال. كان بدري في الايام اللي فاتت ما بنقدرش نركب. ما كنتوش تقدروا تتحركوا؟ لا لا، بنتحرش بالجمال خالص. كنتوا ايه بالجمال؟ كانوا كنتوا حاطينها في الحظيره وخلاص؟ بس في الحظيره خلاص، دلوقتي بنحط نركب ونروح نطلع البر ونتفسح كده والحمد لله. يعني انت كنتش تقدر تتفسح زمان؟ لا لا ما اقدرش. ليه؟ لا لا ما اقدرش، كان ايام الارهاب ما تقدر تطلع ولا تمشي ولا اي حاجه. احنا دلوقتي احسن. لا دلوقتي احسن يعني. لو اجوا قالوا لك احنا بنبني هنا مدينه وهي مدينه السيسي، تعال عيش فيها، تيجي تعيش؟ نعيش ان شاء الله. وتلاقي شغل وتشتغل؟ ونلاقي شغل ونشتغل. يعني مبسوط؟ مبسوط والله الحمد لله. الحمد لله. انا بشكرك، اديله الميكروفون اتعرف عليه. ها، محمد مصطفى. محمد من هنا؟ محمد اسماعيليه. من الاسماعيليه؟ من قبيله ايه؟ العيايده. عيايده. انت ليه رحت الاسماعيليه؟ انتوا قاعدين في الاسماعيليه؟ لا قاعدين في الاسماعيليه، ولكن جاي هنا عشان تشارك مع القبائل العربيه كلها في هذه الاحتفاليه. رايك ايه في اللي انت شايفه؟ والله الحمد لله عندنا بتعمر شوي بشوي. بتتعمر. اهلا وسهلا. اهلا، تفضل تفضل. اهلا بيك، اهلا بيك، اقعدوا. محمد من الاسماعيليه مش كده؟ تمام تمام. وانت جاي هنا تشارك في اللي انت شايفه؟ يعني جاي نشارك في العرض. جاي بتشارك في اللي انت شايفه من تعمير وبنى وكده. شعورك يا محسس بايه؟ انت شاب صغير، بتدرس ولا لا؟ لا لا ما بتدرس. لا لا. انما جاي تكون جزء من الاحتفاليه دي. مشاهد. حاسس بايه؟ والله حاسس الحمد لله احسن من ان بدري الف مره يعني. الحمد لله الحين عمار مش زي بدري. بدري كان في ايه؟ بدري يعني زمان. كان ايه الحكايه؟ كان يعني ما بتعرف تتحرك زي الحين، كان في ارهاب وناس، ما بتعرف تاخذ راحتك زي الحين. الحين عادي. دلوقتي بقت عادي بالنسبه لكم، بتتحركوا بتروح من هنا لهنا وتمشي. ده شيء جميل. طيب الميكروفون. اتعرف على حضرتك. جمعه سلمان موسى من مدينه دهب. جمعه، علي صوتك عشان اسمعك يا جمعه. من مدينه دهب. من دهب. من دهب وجاي هنا على مدينه السيسي. على مدينه السيسي. تحضر برضو قبيله ايه؟ المزينه. المزينه. انت بتدرس؟ بدرس. تدرس ايه؟ حقوق. حقوق. المحامي بتاع الليله دي. احكي لي، شايف ايه؟ رايك ايه؟ والله مناظر جميله، وانصدمنا لما شفنا المكان. اتصدمتم لما شفت المكان؟ ليه؟ ما كنتش متوقع تشوف والله كده؟ ما كناش متوقعين نشوف كده، وسمعنا عنها، فهي حاجه حلوه بصراحه. يعني من زمان كنا بنسمع ان هاني ارهاب وحاجات كتير، وكنا خايفين نجي نزور المكان. انت كنت عايش في دهب، شافت ارهاب، بس كانت الفتره العشر سنين اللي فاتوا كان الارهاب قليل جدا. قليل. انما شمال سيناء كنت بتسمع عنها حاجات كتير. حاجات كتير. فانت جيت تشوف ايه الحدوته، وصلنا لايه؟ ها، وصلنا لايه؟ بس الحمد لله دلوقتي حاليا يعني الدنيا تغيرت يعني مليون في الميه. اتغيرت كتير. اتغيرت كتير. يعني انت ناوي تفضل عايش في دهب، ولا ممكن تنتقل في سيناء من مكان لمكان؟ والله ممكن ننتقل، ممكن نعيش هناك في دهب. يعني تغييرات مسألة بالنسبة لك عادية. انت في سنة كام في كلية حقوق؟ ثالثة. ثالثة حقوق. انا سعيد بيك جدا وسعيد بوجودك معايا. ممكن نديلك الميكروفون؟ هاتوا الميكروفون هنا يا شباب. اتعرف عليك.
سليمان سالم من قبيلة السواركة. انت من السواركة؟ من السواركة. اهلا بيك، مكانك فين؟ عايش فين؟ عايش ورا العريش على طول. ورا العريش؟ المسعيد بالنسبة للمكان المسعيد. وانت رايح؟ انتوا شفتوا ايام؟ الحمد لله. انتوا شفتوا ايام جامدة؟ الحمد لله، راى على كل ما فعل ربنا والحمد لله. انت كنت بتنزل مع الجماعات بقى ومع الجيش وبتساعدوهم وكده؟ لا، مع اولاد عمي واخواني نزلت وواجهتوا الارهاب. شبابنا يعني كلهم نزلت معاهم والحمد لله، واحنا برضه من جنب تاني يعني بنشوف اي حاجة بنبلغ وبنقول في حتة من حتة كده وكده. كنتوا خايفين؟ خايفين، احنا ما بننامش. ذمتك؟ والله ما بننامش، بس الحمد لله الجيش وسيادة الرئيس. الناس دايما بتبص المنطقة دي وشايفها من بعيد. انت بتقول احنا ما كناش بنقدر، وكان احنا ما عندناش كان اعتقاد ان نرجع تاني. اوف. والله كنا الارض خلاص راحت وضاعت خلاص، بس الحمد لله الجيش وكان بالدنيا والحمد لله. انت النهاردة بتشوف طرق وبتشوف بشوف حاجات انا اصلا ما كنتش بحلم اني اشوفها. ايه؟ طرق على اماكن رايقه، على اماكن احنا ما نتخيل نوصلها وصلناها، والدنيا رايقه وزي العنب والحمد لله. يعني ايه اماكن رايقه بالنسبه لك؟ بالنسبه للمكان زي كده. المكان اللي انت شايفه بعينك ده احنا ما كناش نحلم نوصله اساسا. والله انا الحمد لله انا سعيد جدا اللي وصلنا وبنبني مدن وبنبني قرى مدن وطرق ودنيا وعمار جامد ان شاء الله، وربنا يتمم على خير اول حاجه باذن الله. انا سعيد بيكم جدا وبشكركم على وجودكم معايا في هذه اللقاءات. اشكركم. شكرا جزيلا. شكرا لك ولكل المسلمين. واجيلكم بقى لما المدينه تسكنوا فيها ان شاء الله. هتعزمني؟ يا عمي انت تعالى وبعدين نشوف انت تعمل نعمل معك. الله يكرمك انت وحبايبك وضيوفك وكل اللي معاك على راسنا من فوق. الله يكرمك اهل الكرم. ربنا يخليك. شكرا لكم جميعا على وجودكم معايا. شكرا. شكرا لك. هتابع معاكم هذه التغطيه المستمره. كده سمعتم شعور الناس طبيعيه البعيده. خدوا بالكم، الحب ما حدش بيقدر يشتريه، والولاء ما حدش يقدر يشتريه، وده اللي أنا بحاول أقدمه لكم في هذه التغطية المستمرة الحياة اليوم. كده باللقاء ده انا قدمت لكم اراء الناس بعيدا عن المسؤولين وبعيدا عن عيوني انا ورأيي الشخصي. قدرتم تشوفهم قد ايه الشباب باصص للي بيحصل. وخدوا بالكم من قبائل عربية من مناطق مختلفة ومن قرى مختلفة، كل دول اجمعوا على حاجة واحدة، احنا ما كناش متوقعين نشوف ده. احنا شفنا سنين مش هقول سوداء، ولكن ايام مش كويسة، ما كناش نقدر نخرج، ما كناش نقدر نتحرك، ما كناش نقدر نشتغل. الكل بيشكر في ابناء سيناء وبيشكروا في الجيش وبيشكروا في الرئيس. انا عندي رسالة، الولاء ما تقدرش تشتريه، ما يجيش بفلوس. وحب الناس في القيادات او في المشايخ او في اللي جنبهم ما يقدرش ايضا يشتريه. ليه؟ لان اللي بيتابع بيحكم انت كويس او انت وحش، انت طورت لي حياتي او ما طورتهاش. وده اللي انا حبيت انقله لكم في حلقتي النهاردة. بشكر حضراتكم على المتابعة، نشوفكم على خير باذن الله الحياة اليوم.